السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا اتصلت من شوية بس علشان كنت بسأل على الفقه، بس شيخنا كان عندي سؤال آخر. اتفضل. يعني شيخنا كنت أريد فقط يعني نصيحة، أنا أريد أن أتعلم الفقه ولكن بطريقة عملية، يعني طبعا لا أستطيع أن أتعامل بالفقه، يعني الطريقة النظرية أحيانا تكون فيها، يعني مثلا كيف الوضوء بطريقة عملية؟ لا لا مش الوضوء، يعني ممكن من ناحية فقه المعاملات ليس من فقه العبادات. فقه العبادات الأمر يسير الحمد لله، ولكن فقه المعاملات في نوع يعني إيه ممكن صعوبة شوية علي في المعاملة، يعني التعامل به أو العمل به. فيعني تنصحني مثلا في كتاب مثلا معين يشرح بطريقة عملية، أو في دروس مثلا صوتية؟ كيف طريقة عملية؟ مش فاهم طريقة عملية، يعني مش فاهم. في أشياء طريقة عملية تمشي فيها من الفقه، كيف أصلي؟ ممكن أصلي أمامك وأركع وأسجد أمامك وأتشهد أمامك، تستفيد طريقة عملية. ممكن كذلك في الوضوء أتوضأ أمامك، ممكن في الحج أحج وحج مصورا، تمشي الأمور. لكن في البيوع كيف تكون عملية؟ لازم تكون نظرية. نعم بيع الملامسة ممكن أفسر لك بيع الملامسة، يعني ممكن بيع المنابذة، يعني بيع المنابذة، اشتري هذا الثوب، اشتري رميته لك بكم بدون أن تفحصه. يعني يا شيخنا المنابذة هي مش معناها أن يعني أن يلقي مثلا على ثوب شيء مثلا ويشتري. لا، المنابذة كان واحد يبيع له تشتري هذه السلعة، يقول لك نعم اشتريها خذها دون أن يفحصها. والثانية الملامسة، يلمسها من الخارج كده، يحسس عليها من الخارج دون أن يفحصها، يفتشها من الداخل. ففي أشياء يجوز فعلها كده، وفي أشياء لا يصلح فيها هذا إلا النظري. نعم، سيبدأ وأنت ستوفق إن شاء الله، بإذن الله ستوفق بمشيئة الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله يبارك فيكم.